السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بأخوات الفاضلات، وأسأل الله عز وجل أن يزيدكن خيرا وبركة، وأن يرزقكن السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يكسبكن رضاه. أسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا جميعا طيبة، وأن يجعل فوزنا الأعظم عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أيها الأخوات المباركات، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة عظيمة أخبرنا بها سبحانه وتعالى، حيث قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وشاء سبحانه أن تكون حياتنا في هذه الدنيا على الأرض، وجعل دنيانا دار عمل وابتلاء واختبار، وجعل فيها أنواعا من الفتن يتميز بها الصادقون من الكاذبين. فالدنيا مليئة بالفتن، ومهما تعددت أنواعها وتكاثرت فإنها كلها للابتلاء والامتحان والاختبار. فالله ربنا الذي خلقنا وربانا بالنعم يختبرنا في دنيانا بهذه الفتن، كما قال ربنا سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا والله، لا يتركون، بل لا بد من الابتلاء والاختبار. ولذا قال الله: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والفتن تعرض على العباد وتعرض على قلوبهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم في الصحيح. الله أكبر. في هذا الحديث العظيم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تظهر للقلوب وتلصق بالقلوب كالحصير. كالحصير قال بعض أهل العلم: كالمحبوس المحصور، يعرض عليه الأمر ولا يستطيع أن يتخلص من ذلك. وقال بعض أهل العلم أنها ترتب كما يرتب الحصير عودا
عودا فتعرض على القلب مرة مرة وفتنة فتنة، فأي قلب قبلها ودخل فيها وخالطته نكتت فيه نكتة سوداء، فكانت هناك نقطة سوداء، وكلما قبل فتنة زاد السواد. وأي قلب أنكرها ولم يقبلها ولم يخض فيها ولم يسقط فيها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير على قلبين، إما على قلب أبيض، على أبيض مثل الصفا، أي أنه أبيض وشديد، فالقلب أبيض وشديد في دينه، قوي في دينه، متمسك بدينه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والآخر يصبح أسود مربادا، أي أن لونه ليس أسود صافيا وإنما فيه كالبياض، فهو كالمغبر، ويصبح كالكوز كالإناء مائلا أو منكسا، بمعنى أن الخير لا يستقر فيه ولا يقبل الخير والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فهو لا يقبل إلا ما قبله هواه ويرد ما لم يقبله هواه، فهذا والعياذ بالله حال عظيم. والدنيا مليئة بالفتن، فمن تلك الفتن فتنة المال والولد، يقول الله عز وجل: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. هذا خطاب للمؤمنين والمؤمنات، واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم التي هي رزق من الله عز وجل، وأولادكم الذين هم هبة من الله عز وجل، إنما هي اختبار وبلاء، فالله عز وجل رزقكم المال ليختبركم، ووهبكم الولد ليختبركم، ومنعكم المال ليختبركم، ومنعكم الولد ليختبركم، لينظر كيف أنتم عاملون من أداء حق الله عز وجل عليكم فيها، فإن وسع عليكم كيف أنتم عاملون من جهة الشكر وغيره، وإن ضيق عليكم كيف أنتم عاملون من جهة الصبر وغيره، ومن جهة الوقوف عند حدود الله عز وجل. وإذا علمتم أن الأموال والأولاد فتنة، فاعلموا أن الخير كله والأجر كله والسعادة كلها إنما هي عند الله عز وجل، فالله عز وجل عنده خير وثواب عظيم لمن أطاعه ووقف عند حدوده. فالمؤمن والمؤمنة أيتها الأخوات الفاضلات يبتلى في الدنيا بماله، نعم والله، إن وسع عليه في المال يبتلى به، هل يطيع الله فيه فيكسبه من حلال ويعرف حق الله فيه ولا يجعله في حرام ولا يستعين به على حرام فيكون في خير منازل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. نعم، هذا الشريف، هذا الرفيع، لأنه قد اتقى الله عز وجل في هذا المال، أم أنه والعياذ بالله تغلبه شهوة المال حتى يجمعه من أي طريق ويبخل به ولا يعرف حق الله فيه فيكون من المفتونين به المتعلقين به فيشقيه ويكون في أخبث منازل الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم
لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعمل لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وكذلك قد يبتلي الله المؤمن أو المؤمنة بضيق ذات اليد وقلة المال في اليد، ليبتلي عبده هل يصبر ويسلم ويعلم أن الرزق إنما هو من الله عز وجل، أم يتسخط ويكره قدر الله وقضاء الله ويرد يعني ما أمره الله عز وجل به في هذه الحال. كذلك أيتها الأخوات المباركات، المؤمن والمؤمنة يفتن بولده، يفتن بولده ويفتن في ولده، فيختبر بولده ويختبر في ولده هل يتقي الله فيه، وهل يقوم بحقوق الله معهم من التربية والصبر عليهم والعدل بينهم ونحو ذلك، ويقف عند حدود الله، أم أن حبه لولده يعميه ويصم أذنيه فيجعله يقدم ما يطلبون ويحبون ويشتهون على ما أمره الله عز وجل أو نهاه الله عز وجل عنه. كذلك من فتن الدنيا فتنة الخير والشر والطاعة والمعصية. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالله عز وجل نبهنا إلى هذه الحقيقة المطلقة، وهي أن كل نفس ذائقة الموت، فكل واحد منا مهما طال عمره ومهما تنعم في الدنيا ومهما كان حاله في الدنيا فإنه ميت، وهو في هذه الدنيا مبتلى. فالخير والنعمة والرخاء وسعة الرزق والعافية فتنة نختبر بها ويبتلى بها الإنسان، هل يشكر أم يكفر؟ والشر والشدة فتنة يبتلى بها المؤمن والمؤمنة، هل يصبر في الشدة ويصبر عن الشر أم يكون فيها على غير ما أراد الله عز وجل منه؟ وأيا كان الحال فالكل راجع إلى الله. إن كان الإنسان شاكرا لله عز وجل حال الرخاء، مطيعا لربه، مبتعدا عن معاصيه، صابرا عن المعاصي، صابرا على البلاء والشدة، فإنه راجع إلى الله، والله عز وجل مجازيه. وإن كان على غير هذا فإنه لن يخلد في الدنيا، بل لا بد أن يموت وهو راجع إلى الله عز وجل، والله مجازيه. وكذلك من فتنة الدنيا فتنة الناس بالناس. نعم والله، إن الله يبتلي بعضنا ببعض، وإن الناس للناس فتنة باختلاف أحوالهم من فقر وغنى وصحة ومرض وغير ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله عز وجل يبتلي بعضنا ببعض، فالغني يرى الفقير فيبتليه الله عز وجل بالفقير، هل يعطيه حقه وهل يكرمه كما أمر الإسلام، أم أنه يمنعه حقه أو يحتقره ويتكبر عليه والعياذ بالله. والله يبتلي الفقير بالغني، فالفقير يرى الغني فيبتليه الله عز وجل، هل يزدري نعمة الله عليه، هل يشكر الله عز وجل على ما أعطاه ويسأل الله عز وجل أن يرزقه خيرا في الدنيا والآخرة، ويعرف للغني حقه ويعرف أنه أخ له ويكرمه ويحبه في الله، لا يمنعه من ذلك فقره وغنى أخيه. كذلك من فتنة الدنيا
فتنة الإنسان بالإنسان، لكن من جهة أخرى وهي من جهة المدح والذم. فيبتلى الإنسان بالإنسان فيجد إنسانا يمدحه ويبالغ في مدحه فهل يغتر بهذا المدح أم أنه يعرف قدره ويتذلل لله عز وجل ويتواضع؟ وقد يبتلى بإنسان يذمه بما فيه أو ما ليس فيه، فيبتلى بهذا الإنسان. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فمن الناس من يتقلب في دينه ويغره مدح الناس أو ذمهم، فإذا رأى الناس يذمون شيئا تركه ولو كان واجبا عليه. فبعض أخواتي من النساء مثلا تترك شيئا من الحجاب لأنها ترى أن مجتمعها الذي يحيط بها والبيئة التي تحيط بها تذم هذا الفعل وتذم صاحبه وتقول هذا تشدد وهذا تزمت وهذا كذا وهذا كذا، فقد تترك هذا من أجل ذم الناس. وقد يدخل الإنسان في الغلو في الدين من أجل مدح الناس، فالله عز وجل يبتلي الناس بالناس من جهة الذم والمدح، من جهة الثبات على الدين والتمسك به، أو والعياذ بالله ترك الدين أو ترك بعضه من أجل كلام الناس. كذلك من فتن الدنيا، الفتن العامة التي تموج كموج البحر وتفتن الناس عن دينهم وتشغلهم عن الخير وتجعل كثيرا من الناس يتحللون من كثير من أمور دينهم، والتي ما سقط فيها أحد إلا فسد عيشه وتكدرت نعمته وأظلم قلبه وضاقت نفسه. وصدق أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتنة، إياكم والفتنة، فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. ذكره عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء. وصدق فقيه الفتن حذيفة رضي الله عنه حيث قال: إياكم والفتن، إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم. رواه عنه عبد الرزاق والحاكم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنا رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن وكثرة وقوعها في أمته، فقد جاء عن أسامة رضي الله عنه أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني على بناء وقصرا من القصور التي في المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يعني إني لأرى مواقع الفتن بينكم كمواقع المطر. والمعلوم أن المطر إذا نزل يكون كثيرا، يكون كثيرا. والحديث في الصحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين الرؤوف الرحيم بنا صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال الصالحة، لا تؤخروها. إذا تيسر لأحدكم عمل صالح فليبادر به وليكن سباقا إليه، فإن الدنيا مليئة بالفتن.
فسابقوا بالأعمال فتنا تشغل الناس عن الأعمال الصالحة كقطع الليل المظلم، كأنها قطعة من الليل لشدة سوادها واختلاط الخير فيها بالشر والصلاح بالفساد، فلا يتبين أمرها إلا قليل من الناس. يصبح الرجل، وليس المقصود الرجل خاصة، وإنما المقصود الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. سبحان الله، يصبح عليه الصباح وهو مؤمن بالله ومؤمن بنعم الله وشاكر لنعم الله، فلا يأتي آخر النهار، لا يأتي المساء إلا وقد كفر بالله أو كفر بنعم الله أو تشبه بالكفار والعياذ بالله. ويمسي مؤمنا بالله عز وجل وبنعم الله عز وجل ومعتزا بإسلامه، فلا يأتي عليه آخر الليل إلا وقد أصبح كافرا بالله والعياذ بالله، أو كافرا بنعم الله والعياذ بالله، أو متشبها بالكفار. وقال بعض أهل العلم يدخل في ذلك أنه يصبح عارفا بالحلال والحرام، متمسكا بالحلال مبتعدا بالحرام، فلا يأتي آخر نهاره إلا وقد استحل ما كان يحرم وفعل ما كان يجتنب، وهكذا في ليله يبيع دينه، يعني يترك دينه بعرض من الدنيا، أي بمتاع من الدنيا دنيء قليل مهما كان كثيرا في نظر الناس، فإنه في مقابل ما بيع وهو الدنيا دنيء، وهو الدين دنيء لا قيمة له. فالدين أغلى ما يكون وأنفس ما يكون، فمن باعه أو باع شيئا منه ولو بكنوز الدنيا فوالله إنه لخاسر، ووالله إنه باع الغالي النفيس بالدنيء الذي لا قيمة له. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجقيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الطريق الواضح المأمون الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في تعامله مع الفتن كلها وفي زمن الفتن، حتى يكون من الثابتين على الصراط القويم. واهتم السلف الصالح رضوان الله عليهم بذلك. وما أحوجنا أيتها الأخوات الفاضلات المباركات في زمننا هذا، في زمن الفتن المتتابعة المدلهمة، إلى معرفة ما يكون فيه الثبات في زمن الفتن. فنحن اليوم والله كراكب سفينة قد اشتدت عليها الأمواج، فموج من فوقه موج، يغشاه موج، تتقاذفه الأمواج وتتزين له الفتن. والثبات في زمن الفتن أيتها المباركات غنيمة تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة، ولا بد من معرفة الطريق لذلك حتى يلزمه المؤمن والمؤمنة. وذلكم الطريق معالمه ثابتة واضحة، لكنه يحتاج إلى علم وصبر ومصابرة
وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. أول تلك المعالم لزوم القرآن، لزوم كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم والله، إن كلام الله فيه الهداية إلى كل خير وأحسنه وإلى كل صالح وأقومه، فكتاب الله عز وجل يهدي للتي هي أقوم. والله عز وجل يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم والله، القرآن شفاء من كل ما يضر، شفاء من الأدوية من الأمراض والأدواء الحسية، وشفاء من الأمراض والأدواء المعنوية. فما نزل بالمؤمن شيء يضره إلا وجد علاجه في كتاب الله عز وجل، ففيه الشفاء والرحمة للمؤمنين. والقرآن فيه مفتاح القلب السليم، فيه غسل القلب غسلا. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن مفتاح القلوب، القرآن مطهر القلوب بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي لمن نصح لنفسه ألا يحرم نفسه من القرآن، ألا يحرم نفسه من قراءة القرآن في كل يوم من أيامه. ينبغي أن يجعل له وردا. وقلت مرارا لإحبابي وإخواني وأخواتي: اجعل لأشرف الكلام أشرف الأوقات. لا تجعل للقرآن الوقت الضائع أو الوقت الذي تكون فيه غير يعني متهيئ لأن تفهم. اجعل لأشرف الكلام أشرف أوقاتك، لعلك بذلك أن تكون من المرحومين. وثاني تلك المعالم التي من لزمها ثابت في كل وقت، ولا سيما في وقت الفتن، فهو لزوم السنة والحذر من البدع كلها. فإذا جاء الأمر فينبغي علينا يا أخياتي أن ننظر: هل هو عتيق؟ هل هو قديم؟ هل هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتناقله الأخيار بسلسلة من نور، أو هو موافق لذلك، أم أنه حادث جديد يخالف العتيق، يخالف ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإن وجده قديما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو موافقا لذلك، لزمه وتمسك به فاتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم ولزم هداه. وإن وجده يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصالحون من بعده، تركه وابتعد عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن سنرى اختلافا كثيرا، والكل يدعونا إلى جهته ويزعم أن الخير عنده. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعرف الخير وكيف نثبت على الخير، ألا وهو بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالحذر، الحذر من كل ما يحدث، من كل ما يخترعه المخترعون، سواء سموا دعاة أو سموا غير ذلك. فالمخترع المحدث لا خير فيه، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فينبغي علينا أن نحرص
على هذا الأمر. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، يعني الأشياء الغريبة التي لا يقولها العلماء ولا يعرفها الناس، اجتنبها فإنها تكون محدثة. فلهذا ينبغي للإنسان أن ينتبه لهذا الأمر أيتها الأخوات المباركات، التمسك بالسنة ولزومها. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، وهو العالم الجليل الذي خبر الدنيا وتبحر في العلم، يقول: طريق النجاة من الفتن هو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روي ذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا: تكون فتن. قيل: ما المخرج يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا: فكل أنواع الفتن لا سبيل للتخلص منها والنجاة منها إلا بالتفقه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منهج سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من أئمة الإسلام ودعاة الهدى. والمؤمن والمؤمنة أيتها الأخوات يكون وقافا عند الكتاب والسنة، مسلما لنصوص الكتاب والسنة، إن أراد الثبات وطيب الحياة وحسن الختام عند الممات والنور التام يوم التنادي والعثرات. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيحتاج العبد إلى أن يقف عند النصوص وأن ينشرح صدره بقول الله وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم للنصوص. وثالث تلك المعالم لمعالم الثبات في زمن الفتن أيتها الأخوات الفاضلات، هو لزوم العلماء الربانيين وعدم الاغترار بالمتعالمين والمتكلمين الذين لا يزيدون العبد إلا فتنة ولا يقودونه إلا إلى فتنة ولا يسقطونه إلا في فتنة. فالفتن إنما تكون النجاة من شرها بلزوم ما عليه العلماء الربانيون. فقد قال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وانغمس فيها الدهماء، وإذا أدبرت عرفها الدهماء. يقول مطرف بن عبد الله: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت وإذا أدبرت تبينت، فلا يعرفها إذا أقبلت إلا العلماء، ويغتر بها كثير من الناس، حتى بعض من يسمون بالدعاة أو طلاب العلم. ولذلك لا بد من لزوم غرز العلماء الكبار. ويقول الحسن البصري: إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فعلى المؤمن والمؤمنة مع لزوم العلماء الربانيين أن يحذر من المتلونين المتقلبين. فقد جاء أن أبا مسعود الأنصاري دخل على حذيفة رضي الله عنهما فقال: أوصنا يا أبا عبد الله. فقال حذيفة: أما جاءك اليقين؟ قال: بلى وربي. قال: فإن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف اليوم ما كنت تنكر قبل اليوم، وأن تنكر اليوم ما كنت تعرف قبل اليوم. وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. فدين الله واحد لا يتغير، فإياك أن تتلون. اليوم تفعل كذا وغدا تتركه،
لأنك تتبع المتلونين الذين يأتون للناس بالغرائب والعجائب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر. ما هو الميزان عند حذيفة رضي الله عنه؟ ما هو الميزان عند فقيه الفتن في هذه الأمة؟ قال: فلينظر، فإن كان رأى حلالا كان يراه حراما فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراما كان يراه حلالا فقد أصابته الفتنة. ليس المقصود أن يقف على دليل صحيح فيعرف منه الحكم فيترك ما كان يظنه، وإنما المقصود أنه يتلون ويتقلب، يتلون ويتقلب، فيترك بعض ما كان عليه من الدين من أجل فتن الدنيا. ورابع تلك المعالم أيتها الأخوات الفاضلات التي من تمسك بها سلم من الفتن وكان من أهل الثبات في زمن الفتن، لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمام البلد. فالجماعة رأس الخير، ولا جماعة إلا بإمام، والفرقة رأس الشر، والفرقة يقود إليها البعد عن الإمام. فعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فهذه علامة الشر الذي يخلط الخير في الناس جميعا، سواء في عامة الناس أو في من يسمون بالدعاة أو من يسمون بطلاب العلم أو من يسمى الميزان هو هذا: هل يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يأمر بالمعروف الذي جاء في الكتاب والسنة وينهى عن المنكر الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة؟ فإن كان في هذا أو على هذا فهو من أهل الخير، وإن لم يكن وقافا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فيه شر والعياذ بالله. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، أي حلهم لنا وبينهم لنا حتى نجتنبهم. قال: نعم، قوم من جلدتنا فهم من المسلمين، ويتكلمون بألسنتنا فهم يتكلمون كما نتكلم. قال: قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك كيف النجاة من فتنهم، كيف النجاة من الفتن، كيف الثبات في زمن تلك الفتن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ففي هذا سلامة من الفتن وثبات عند وقوع الفتن. قال حذيفة رضي الله عنه: فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا لم يجد الإنسان ما يتمسك به في زمن الفتن فإنه ينبغي عليه أن يعتزل وأن يبتعد عن تلك الفتن، فإنه لا سلامة منها إلا بالابتعاد عنها. فنتيجة الجماعة ولزوم الإمام البقاء على الخير ورضوان الله عز وجل والسعادة في الدنيا والآخرة، ونتيجة الفرقة والبعد عن جماعة المسلمين وإمامهم الفتن والعياذ بالله وسوء الحال في الدنيا والآخرة. ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة حفظ هيبة الأمير، حفظ هيبته
والحث على محبته والأمر بلزومه والنهي عن الخروج عليه. أما أهل الأهواء والفتن فإنهم يحثون على البعد عن أمير البلاد وعن حاكم البلاد ويرون الخروج عليه ويزينون للناس الخروج عليه باللسان والسنان. وخامس تلك المعالم التي من لزمها فإنه يكون ثابتا في زمن الفتن ويسلم من الفتن البعد عن أماكن الفتن والحذر من دخول أماكن الفتن. ونحن في هذا الزمان بحاجة عظيمة إلى التنبه لهذا المعلم، لأن أماكن الفتن أصبحت معنا في بيوتنا، وأصبحت معنا في جيوبنا، وأصبحت معنا في سياراتنا، لا نحتاج أن نذهب إليها بأرجلنا، وإنما هي بضغطة زر حتى نكون مع أهل الفتن، وحتى نكون في مواقع أهل الفتن. بهذا الذي فتح علينا في هذا الزمان مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها، فهناك مواقع كثيرة إنما هي أماكن للفتن ولأهل الفتن، فينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، لأن الفتن تجتنب ولا تجتلب. فالفتن يبتعد عنها قبل وقوعها وعند وقوعها، ويبتعد عن أهلها، ولا يخالط المسلم الناصح لنفسه أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، إلى آخر الحديث. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا أنه كلما ابتعد المسلم عن الفتن كان في خير، وكلما اشتد بعده عن الفتن وأهلها ومواقعها كان في خير أعظم. ولذلك كان النائم فيها خيرا من اليقظان، لأن النائم لا يسمع ولا يرى وهو غافل بنومه، والقاعد فيها خير من القائم، لأن القاعد يرى قليلا ويسمع قليلا ويحتاج إلى قيام حتى يتحرك. والقائم فيها خير من الماشي، لأن القائم وإن كان يسمع ويرى إلا أنه واقف، أما الماشي فهو يقترب من الفتن والعياذ بالله. والماشي فيها خير من الساعي الذي يجري إليها وينقز ويقفز هنا ويقرأ هنا ويدخل هنا ويتقلب ليله ونهاره في أماكن الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الخير لنا أن نبتعد عن الفتن، وألا نكون يعني حاضرين لأماكنها. والقرب من الفتن أيتها الأخوات الفاضلات يذهب العقل، فالواحد منا لا ينبغي أن يقول: لا أنا الحمد لله أنا في كذا وكذا ولا يهمني، أنا أدخل مثل الأسد. والله إن الإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة مهما بلغ حاله، والفتنة تظلم بالقلب وتذهب العقل حتى يتردى فيها. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن. الخمر معروف أنه يذهب العقول، فكيف إذا كان صرفا أو صرفا خالصا؟ لا شك أنه يذهب العقول. الفتنة أشد إذهابا للعقل من الخمر الصافي. وفي البعد عن الفتنة الخير كله، فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الفتن. وسادس تلك المعالم التي من لزمها ثبت في زمن الفتن وسلم من شر الفتن: الحرص الشديد على حفظ اللسان والسمع. فالمؤمن في حياته كلها حريص على أن لا يسمع إلا خيرا، وأن لا يقول إلا خيرا، لأنه يعلم
أنه مسؤول عن كل ذلك كما قال ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له به رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وما أحوجنا إلى هذا الأمر ونحن في زمن هذه الوسائل تويتر والواتس وغير ذلك. ينبغي على الإنسان أن يتذكر وأن يضع بين عينيه أنه اليوم متكلم وغدا بين يدي الله عز وجل مسؤول، وأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، ولكنها تكون كلمة خير فيرتفع فيها في الجنة درجات، وقد يتكلم بالكلمة من الشر لا يرى أن لها قدرا كبيرا فيزل بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. فينبغي على الإنسان أن يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن في الصمت نجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. فينبغي على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إنما الفتنة باللسان، إنما الفتنة باللسان. وقال النخعي: يهلك الناس في خلتين، فضول الكلام وفضول المال. وقد كان السلف الصالح يتجنبون الكلام إذا وقعت الفتن. قال ميمون بن بهران: لبث شريح في الفتنة، يعني فتنة ابن الزبير، 9 سنين لا يخبر، أي لا يتكلم مع الناس. وسابع تلك المعالم عدم الاغترار بزخرفة الفتن والنظر إليها ببصيرة المؤمن، فالفتن يزخرفها شياطين الإنس والجن، ولو لم يزخرفها أهلها لما أقبل عليها أحد. فأهل الفتن يزخرفونها بالكلام والأقاصيص والرؤى وتكثير الكلام حتى يظن قصير النظر أنها هي الخير. والموفق من نظر إليها ببصيرة المؤمن فلم يغتر بزخارفها ووزنها بالميزان العظيم بالكتاب والسنة. فينبغي على المؤمن والمؤمنة أن يتحذر أن يحذر من الاغترار بزخارف الفتن. ولا شك أن هذه المعالم فيها خير عظيم، ومن تلك المعالم وهو عاشر تلك المعالم فيما أحسب لزوم الحلم والأناه والحذر من الطيش والعجلة، أن يحذر الإنسان من الطيش والعجلة وعدم الأناه والتأني حتى تتضح الأمور. العجلة أيتها الأخوات في كل أمورنا، في أمور الدين، في أمور الدنيا، العجلة ليست محمودة، وإنما المحمود المسابقة إلى الخيرات. فإذا ظهر الخير فالمطلوب من الإنسان أن يسارع وألا يتأنى عن الخير، لكن ينبغي على الإنسان أن لا يكون عجولا. العجلة أيتها الأخوات حتى في أمور الحياة، حتى في أمور البيت يحمل عليها الشيطان حتى لا يكون العبد متمكنا من معرفة الصواب. ولذا العجلة أمضى أسلحة الشيطان في الفتن، فإذا أعجل الشيطان الإنسان كبه في الفتنة وجعله يسقط في الفتن. ولذلك قال الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة. يقول الشوكاني: كلا للردع عن العجلة والترغيب في الأناة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله والعجلة من الشيطان، أي أن الأناة يأمر بها الله عز وجل. وكما قلت، الأناة في كل شيء خير إلا في المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الخيرات الواضحات. والعجلة يأمر بها الشيطان، لأنه ما عجل أحد إلا ندم. ولذلك كان ربنا سبحانه وتعالى يحب الحلم والأناة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نعود أنفسنا على الحلم والأناة، وألا نكون من أهل العجلة، فإنه لا خير فيها. ومن المعالم العظيمة في هذا الطريق الصبر واليقين بما عند الله، وكثرة العبادة بإخلاص ومتابعة. فعن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها أو فواها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد الذي جنب الفتن، فإذا ابتلي بالفتن فالذي صبر هو الذي على الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. ففي هذا الحديث العظيم أن العبادات وذكر الله عز وجل سبب من أسباب النجاة من الفتن، وسبب للثبات في زمن الفتن، وأن الصبر ضياء للمسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يحفظ من يعبده. فإذا تقرب العبد إلى الله، وتقربت المرأة إلى الله عز وجل بالصالحات بإخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرب المؤمن والمؤمنة إلى الله بالواجبات، وفعل ما يستطيع من النوافل، كان الله حافظا له، فكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. فما أعظم هذا الحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أو عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي أن العبادة في الفتن ثوابها كالهجرة. والمعلوم أن المؤمن يهاجر ليثبت على دينه وليحافظ على دينه، ففي زمن الفتن الذي يحافظ به على الدين هو كثرة العبادة، فيكون الإنسان الذي يكثر من العبادة بإخلاص ومتابعة في زمن الفتن كالذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحفظ دينه وينال ثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم. كذلك من المعالم التي يكون فيها الثبات في زمن الفتن كثرة الدعاء والاستعاذة بالله عز وجل من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ومن أعظم المعالم، وهو ما أختم به، أن يوقن المؤمن والمؤمنة بحقيقة الدنيا وما وراء ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حقا والله، أيتها الأخوات المباركات، إن مثل الدنيا كما إن أنزله الله عز وجل من السماء فاختلط به نبات الأرض وخرجت الزروع فرآها الناس وأعجبوا بها، لكنها لا تلبث قليلا حتى تصبح هشيما متكسرا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة في الحياة الدنيا وفتنة واختبار، والباقيات الصالحات الأعمال الصالحات المقبولات خير عند ربك ثوابا وخير ما يؤمله المؤمن وينتظره المؤمن. ويوم نسير الجبال، يوم نسير الجبال، يوم القيامة، يوم تسير الجبال وتنسف نسفا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يحشر الناس حفاة عراة غرلا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يا رسول الله ينظر بعضهم إلى بعض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أعظم من ذلك يا عائشة، الأمر أعظم من أن ينظر الرجال إلى النساء وأن تنظر النساء إلى الرجال. إنه يوم الزلزلة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ووضع الكتاب وأعطي الناس كتبهم، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم والله، من يعمل مثقال ذرة واحدة من خير سيراه، ومن يعمل مثقال ذرة واحدة من شر سيراه. ولذا قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فينبغي علينا أيتها الأخوات أن نوقن من هذا الأمر. والله إن الدنيا كلها قليل وإن الباقي منها قليل وإن الذي لكل واحد منا منها قليل. أعمارنا مهما طالت قليلة والموت قريب منا. الواحد منا لا يدري متى يموت ولا يدري في أي أرض يموت ولا يدري بأي سبب يموت، لكنه يدرك أنه لا بد
أن يموت وأنه سيقف بين يدي الله. الله أكبر، ما أعظمه من موقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق المشفق: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الله أكبر، الناس يوم القيامة ينقسمون، فمنهم من يدنيه الله عز وجل، فمنهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عرض ولا غير ذلك، ومنهم من يدنيه الله عز وجل ويقرره بذنوبه حتى إذا أقرها قال الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ومنهم من تعرض عليه ذنوبه ويناقش فيها، ومن نوقش الحساب عذب والعياذ بالله. ومنهم من يفضح على رؤوس الخلائق فضحا فينادى على رؤوس الخلائق والعياذ بالله. فالدنيا مهما طالت ومهما تزخرفت ومهما كان فيها من المتع، فإنها والله لا تساوي شيئا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا من أهل الجنة، فيغمس غمسة في الجنة فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. ويؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله تنسي الدنيا ونعيمها، فكيف بدخول النار واللبث فيها والمكث فيها والعياذ بالله عز وجل. إذا أيقن المؤمن بهذا وعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعرف أن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويرى أفعاله، وأنه لا يغيب عن علم الله شيء، فإن ذلك يعينه بإذن الله على أن يكون من الثابتين على دين الله والسائرين على صراط الله عز وجل واللازمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفارق هذه الدنيا فيستريح منها ويكون من أهل البشارة عند الموت، ومن أهل البشارة في القبر، ومن أهل النعيم والفوز المقيم عند لقاء الله عز وجل. أيتها الأخوات الفاضلات، هذه بعض المعالم التي لا يستغني مسلم عن معرفتها ليكون من أهل الثبات في كل وقت ولا سيما في زمن الفتن. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن ممن علم ففهم، وفهم فلزم، ولزم فسلم، وأن يجعلني وإياكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا ممن يستمع الخير فيهتدي وبالأخيار يقتدي. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الفتن، وأن يجعلنا ممن يسلم من الفتن، ونعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله عز وجل أن نكون فتانين أو مفتونين، نعوذ بالله أن نكون فتانين أو مفتونين، نعوذ بالله أن نكون فتانين أو مفتونين. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا من العاملين بدينه، وأن يجعلنا من المتمسكين بما أمرنا وإن تركه الناس، وأن يجعلنا من المجتنبين لما نهانا وإن فعله الناس، وأن لا يجعلنا ممن يتبع هواه فيشقى، وأن لا يجعلنا ممن يتبع ما يريده الناس فيشقى، وأن يجعلنا ممن أخرج نفسه من داعية هواه إلى طاعة مولاه،
فعاش حياة طيبة ومات بحسن خاتمة وبعث على خير حال، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. نشكر الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان رحيل على ما قدم. وهناك بعض الأسئلة يا شيخ. نعم. ما شفتها من قبل هذا. السؤال الأول: إذا أسلم الشخص على يد آخر، ما هو الواجب تجاهه؟ ما هو حد المسؤولية تجاهه؟ الحمد لله، من رزقه الله عز وجل هذه النعمة العظمى أن يسلم على يديه شخص، رجلا كان أو امرأة، فقد رزقه نعمة عظمى لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى، فهي خير من نعيم الدنيا. وينبغي على من أنعمه الله، أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة، أن يعلمه إما مباشرة بنفسه، وإما أن يأتيه بالأشرطة والكتب التي تبين له الإسلام، إما بالعربية إن كان يفهم العربية، وإما بلغته إن كان لا يفهم العربية. وهذه أهم المسؤولية المتعلقة بمن أسلم على يديه عبد من عباد الله عز وجل. ومما يتبع ذلك أن يتعاهده، فإن الدنيا غرارة والفتن كثيرة، فيتعاهده ما بين الفينة والفينة حتى يثبت على دين الله عز وجل. ومما يلحق بهذه المسؤولية أن يدعو له كثيرا، أن يثبته الله عز وجل، فإن دخوله في الإسلام نعمة على هذا الإنسان، وثباته على هذا نعمة عليه، فينبغي أن يدعو له كثيرا، أن يثبته الله عز وجل على دينه حتى يلقاه، وليبشر من أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة، فإنها نعم عظيمة. نعم. هل يجوز القسم بقول وحياة ربنا؟ القسم لا يجوز إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته. ومن صفات ربنا أنه حي، فلا بأس من القسم بصفة الله عز وجل، ولكن الممنوع أن يقسم الإنسان بمخلوق، أن يقسم الإنسان بمخلوق، كان يقول وأبي وأمي والنبي، فإن هذا من أكبر المعاصي، أكبر من حيث جنسه من الكبائر، لأنه من جنس الشرك الذي لا يخرج من الإسلام، الشرك الأصغر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا ينبغي للإنسان أولا أن يتساهل في الأيمان، بل ينبغي أن يحفظ أيمانه، وإذا احتاج أن يقسم فليقسم بالله عز وجل، وإذا أقسم بصفة الله عز وجل فلا بأس بهذا. نعم. هل يجوز القصر في الصلاة يوم الوصول وبعد دخول المنزل، أي يوم الوصول فقط؟ المسافر بمجرد أن يدخل حدود بلده، حدود مدينته، حدود قريته التي يسكنها، انقطع سفره، وليس له أن يترخص برخص السفر. فإذا بدأ في عمران مدينته إذا كان يقيم في مدينة، أو عمران قريته إذا كان يقيم في قرية، فقد انقطع سفره، فلا يجوز له
أن يصلي قصرا ولو بعد الوصول بدقيقة، وليس في يوم الفصول في يوم الوصول كله، لا، ولو بعد الوصول بدقيقة لا يجوز له أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي أربعا إذا كان يصلي الظهر أو العصر أو العشاء. نعم. هل يجوز الجمع في الصلاة في غير سفر وفي حالة الضرورة القصوى؟ نعم، الجمع ليس مثل القصر، الجمع يجوز إذا وجد الحرج المعتبر شرعا في عدمه. فإذا كان الإنسان في بلده واحتاج إلى الجمع فإنه يجوز له الجمع بشرط أن تكون الحاجة معتبرة شرعا، ليس مطلق الحاجة. مثلا لو أن طبيبا سيدخل يعني لإجراء عملية ووقتها يطول فإن له أن يجمع. كذلك مثلا لو أن الإنسان يعني عنده شغل وافق وقت الصلاة ولو اشتغل عنه لكان هناك مفسدة ومضرة عظيمة وكان هذا عارضا ولم يكن دائما فله أن يجمع. العلماء قديما يقولون لو خبز لو عجن العجين ولو صلى في الصلاة في وقتها لتلف عليه، فإنه يجوز له أن يجمع، يجوز له أن يجمع. مثلا الآن العامل لو كان يصب الخرسانة ولو صلى الصلاة في وقتها لفسدت لأن المكان كبير ويحتاج إلى وقت طويل، فهذا يجوز له الجمع في هذه الحال. كذلك مثلا لو أن امرأة كانت في مكان ولم يكن هناك مكان تتوضأ فيه أو مكان تصلي فيه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تجمع إذا كان هذا الأمر عارضا ولم يكن ذلك عن تساهل يعني عن تساهل منها. فإذا كان الإنسان في مكان لا يستطيع معه أن يجمع وكان ذلك عارضا فلا حرج في أن يجمع على الراجح من أقوال العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من الجمع أن لا يحرج أمته أو أراد أن لا يحرج أمته. فإذا وجد الحرج المعتبر شرعا جاز الجمع، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل ويعني يجمع لأي أمر. أما إذا وجد كما في السؤال الضرورة القصوى والأمر المحرج جدا فإنه إذاك يجوز الجمع. نعم. هل يجوز استعمال الأدوات المكتبية المطلية بالذهب أو الفضة أما أنها نفس حكم الأواني؟ هذه المطلية على نوعين، النوع الأول أن تكون مطلية بالذهب نفسه وهذا لا يجوز استعماله لا في القلم ولا يعني لاستعماله بالنسبة للرجل لا في القلم ولا في الأواني بالنسبة للرجال والنساء. وكذلك المطلي بالفضة من الذهب ومن الأواني لا يجوز استعماله. أما إذا كان مطليا بماء الذهب وماء الفضة يعني الذي لا جرم له ولو حتى لما كان ذهبا وإنما هو ماء الذهب كما يقولون أو لون الذهب، فهذا لا يضر سواء في القلم أو في الأواني من الأواني المعروفة. طيب، هل القلم بالنسبة للمرأة كالحلي فيجوز لها أن تستعمل القلم المطلي بالذهب أو من الذهب أو هو كالأواني فلا يجوز لها أن تستعمله إذا نظرنا إلى العلة التي منع منها اتخاذ الأواني من الذهب والفضة؟ نجد أن العلة موجودة هنا، فلا ينبغي للمرأة أن تستعمل الأقلام المطلية بالذهب حقيقة
أو ما كانت من الذهب حقيقة، أما ما كان مطليا بماء الذهب أو لون الذهب فلا بأس من استعماله سواء في القلم أو في الأواني. نعم. هل تصل قراءة القرآن للميت؟ وما هو ما يصل للميت؟ لا شك أن الميت تنفعه بعض أعمال الأحياء، ومن ذلك الدعاء، فإذا دعا له مسلم فإن هذا الدعاء ينفعه، وأعظم ذلك دعاء الولد ودعاء البنت، فإن هذا ينفع الميت. كذلك مما يصل إلى الميت أن يتصدق عنه، سواء تصدق عنه ولده أو قريبه أو تصدق عنه أجنبي بنيته. وكذلك مما يصل إلى الميت وينفعه أن يحج عنه أو يعتمر عنه، فإن هذا مما ينفعه من عمل الناس. أما قراءة القرآن فهل يصل ثوابها إلى الميت؟ وصورة ذلك أن الإنسان يقرأ القرآن فإذا فرغ من القراءة أهدى ثوابها إلى الميت. هذه قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، اختلف فيها السلف قديما واختلف فيها العلماء حديثا، وهي محل اجتهاد. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تصل إلى الميت، لأن هذا من الأمور الغيبية، فلا يجوز القول به بالقياس ولا بغير ذلك، لا بد من دليل. ولذلك أنا دائما أوصي فأقول إذا أردت أن تنفع الميت فقرأ القرآن، فإذا فرغت من القرآن قل اللهم يا ربي بقراءة كلامك، بقراءة لهذا القرآن أتوسل إليك بما قرأت، أن تغفر لأبي، أن ترحم أمي، أن تغفر لفلان، أن تنور عليه قبره، وهكذا. فيتوسل الإنسان بالعمل الصالح الذي فعله إلى الله عز وجل أن يحقق أو يجعل للميت كذا وكذا، فيدعو للميت متوسلا إلى الله بعمله الصالح. نعم. هل في النوافل قضاء؟ هل تقضى النوافل؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. فعندنا قيام الليل، وعندنا السنن الرواتب مثلا، هل تقضى إذا فاتت؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا كان محافظا على قيام الليل فنام ليلة حتى أصبح يسن له أن يقضي قيامه قبل الظهر ولا يوتر، يزيد ركعة. إذا كان يقوم الليل بخمس ركعات يصلي ست ركعات، وإذا كان يقوم الليل بتسع ركعات يصلي عشر ركعات، ويكون ذلك في النهار قبل أن يصلي الظهر. وإذا كان الإنسان محافظا على السنن الرواتب ففاتته الراتبة يوما فيجوز له أن يقضيها ويشرع له أن يقضيها، أما إذا لم يكن محافظا عليها فلا يشرع له القضاء. هذا الراجح من أقوال العلماء. هل الأذكار بعد الصلاة ممتدة أم مقيدة بوقت معين؟ ممتدة أو مقيدة بوقت معين، هي مقيدة بأن يكون الإنسان جالسا بعد الصلاة. فظاهر السنة وهو الذي قرره العلماء أن يكون هذا الذكر حال جلوس الإنسان بعد الصلاة، وأن لا يعجل بالقيام حتى يتم أذكار الصلاة. نعم. متى يفطر في دولة يتأخر فيها أذان المغرب؟ ما دام يتميز الليل عن النهار فإنه يجب على الإنسان أن يمسك النهار كله،
من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولو طال ذلك لأكثر اليوم، ولو كان الليل ساعة واحدة أو نصف ساعة، ما دام أن الليل يتميز عن النهار فإنه يجب عليه أن يمسك النهار كله. ويا أخوات، الغرم بالغنم، فإنه يأتي في وقت أن النهار يكون قصيرا جدا والليل طويلا جدا، فهل نقول له أمسك جزءا من أمسك جزءا من الليل لأن النهار قصير؟ الجواب لا. إذا قصر النهار فهذه غنيمة له، وإذا طال النهار فالغرم بالغنم. والفتاوى التي تقول إنه يفطر مع بلدان أخرى، أو تقول إنه يعني يفطر بعدد الساعات، فتاوى غير صحيحة مطلقا، ما دام أن الليل يتميز عن النهار. كيف يعني طالب العلم، كيف يعلم طالب العلم أنه فطر بعلمه؟ كيف يعلم طالب العلم أنه فتن بعلمه؟ الأصل في العلم أنه سراج في الفتن، وأن العلم مما يعرف به المؤمن أن هذه فتنة فيجتنبها، لكن قد تكون الفتنة بالعلم وفي العلم، وسبب ذلك إما عدم الإخلاص في أخذه، وإما عدم أخذه من طريق صحيح، فيفتن الإنسان بالعلم. فينبغي على الإنسان أن يعتني في أخذ العلم بأمرين: أن يخلص فيه، وأن يأخذه من طريق صحيح، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وإذا رأى طالب العلم أنه يعلم ولا يفعل ولا يعمل فليعلم أنها فتنة. وإذا رأى طالب العلم أن العلم لا يزيده تواضعا، وإنما يتكبر بعلمه ويغتر بعلمه ويترفع بعلمه على الناس، فليعلم أنها فتنة. فإن العلم كلما زاد الإنسان منه فإنه يزداد ذلا لله وتواضعا لعباد الله، وهذا هو العلم النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. فإذا رأى طالب العلم أنه يجمع العلم ولا يعمل فإنه يعلم أن هذا فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، عياذا بالله من سوء الحال. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه في هذه الكلمات أن يجعله مما يسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأهلينا وأقاربنا وأحبابنا في الدنيا على خير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى، وأن لا يحرم منا أحدا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ما شاء الله، الحمد لله، بارك الله فيكم، الله يتقبل منا ومنكم. Come on.